وزير الداخلية الفرنسي أعلن أنه سيزور تونس والجزائر من أجل التباحث مع وزير الداخلية ومسؤولي أجهزة الاستخبارات، كما أكده في تصريح التلفزيون: سأذهب للتباحث مع وزيري الداخلية ومسؤولي الأجهزة الاستخباراتية للحصول على مزيد من المعلومات. تبدو الزيارة مهمة وحساسة، خاصة أنها كانت بعد العمليات الإرهابية التي شهدتها فرنسا، لكن نحن لن نتحدث في هذا الفيديو عن أسباب وخلفية الزيارة، لأنها بكل بساطة سوف تكون المباحثات في سرية تامة ما دام أنها سوف تكون مع مسؤولي وزارة الداخلية والمخابرات. لكن اليوم سوف نتكلم عن أصول هذا الوزير الفرنسي الذي يعد مقربا من الرئيس اليميني الأسبق نيكولا ساركوزي، والذي أثار جدلا كبيرا في فرنسا. إنه جيرالد موسى دارمانان، وهو ابن جيرارد دارمانان صاحب حانة في منطقة فالنسيان، وآني واكد وهي عاملة نظافة من أصول جزائرية. أما جده لأبيه فهو يهودي من مالطا، بينما جده لأمه فهو موسى واكد وهو جزائري مولود سنة 1907، كان ضمن صفوف جيش الاستعمار الفرنسي خلال فترة الاحتلال، حيث تم القبض عليه خلال الحرب العالمية الثانية، لكنه تمكن من الفرار ليشارك مع جيش الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وتم تكريمه بميدالية عسكرية نظير خدمته في الجيش، يعني جده حركية. وهذا ما جعل الكثير من الفرنسيين يخرجون للشارع تنديدا بتعيين جيرالد دارمانان وزيرا للداخلية بسبب أصوله وبسبب تصرفات غير أخلاقية تورط فيها من قبل. وهكذا غرد بعد الإعلان عن تعيينه كوزير للداخلية في فرنسا: إنه شرف كبير لحفيد مهاجرين مثلي أن يعين وزيرا للداخلية في بلد جميل كفرنسا. وقال جيرالد دارمانان الذي أصبح أصغر وزير داخلية في تاريخ فرنسا في أحد تصريحاته ردا على أسئلة السيناتورة جاكلين أوستاش برينيو التي تحدثت عن صعود الطائفية في الانتخابات البلدية في فرنسا: نعم، الإسلام والسياسي هو عدو قاتل للجمهورية، نعم يجب أن نحارب جميع أشكال الطائفية، ولكن يبدو لي سيدتي أن العلمانية في فرنسا لا تعني إنكار حرية العبادة. سيدتي، كان جدي يصلي لله وارتدى زي الجمهورية. يبدو لي أن الحركة الجزائريين في صفوف الجيش الفرنسي كانوا في نفس الوقت يمارسون شعائرهم الدينية ويدافعون عن قيم الجمهورية. مدام، mon grand-père priait Allah et portait l'uniforme de la République. Il m'a semblé que bien des tirailleurs algériens et bien des supplétifs ont par ailleurs, tout en priant pour leur religion, défendu les valeurs de la République.